لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.klaketnews.com. مفيش عضو في نادي الزمالك مش هينتخب الانتخابات اللي جاية. تاني مفيش عضو في نادي الزمالك بدأ من يوم الحد مش هستلم الكارنيه وينتخب. وقريبا الضريبة المضافة أنا خلاص بحلها. العضو هيجي وزي ما كنت بعمل التسهيلات بتاعة زمان تمام، واحنا عندنا قرار طالع من رئيس الضرائب بتاع الوكالة المضافة بيقول عن الأندية اللي بتدفع لها وزارة الشباب بيضاعف. خلاص كل الناس هتستلم الكارنيه إن شاء الله من يوم الحد عشان كل الناس تيجي تنتخب وتنتخب اللي عايزاه، ما عندناش مشكلة. خلصنا موضوع الضريبة المضافة. حد تاني عنده سؤال؟ أنا لسه قايل دلوقتي البي اللي عمال يسرب خبر إن احنا قلنا هنجدد لأشرف بن شرقي، ده كلام كله كلام كذب. احنا لسه هنقعد مع أشرف بن شرقي بعد الماتش وهيبقى كلام واضح. انت اتفقت مع نادي تاني اطلع اعلن ونعمل لك حفل التكريم، ما اتفقتش هنوقع معك. كلام واضح عشان ايه الافنديه يقول لك هو شفته قال لا، انا بقول اهو يا اشرف تعال وقعت تعول انا وقعت ما ده انت راجل محترف. خلاص هنشكرك على الفتره اللي قعدتها واسعدت ملايين الجماهير، اهلا بيك. ما وقعتش هنوقع. هتوقع عشان التعجيزيه بس، بقول لك ايه بلاش انا الكلام ده.